التنية بسمح لي أبدأ بحضرتك. والدستور والقانون بعتقد أنه تحدثوا عن الطفل وحقوق الطفل، اهتموا بإيه يا فندم فيما يتعلق بالطفل؟ هل التربية؟ هل الحماية؟ ليه دايما عندنا الانطباع أنه بره في العالم الخارجي في أوروبا وأمريكا بيقولك حتى الأم أو الأب لو أذى ابنه، لو ضرب ابنه أو أذاه بأي شكل من الأشكال ممكن يدفع غرامة أو يتحبس، وممكن يوصل أنه يتاخد منه ابنه، لأنه عندهم هناك الفكر أنه أنت صحيح الأب أو الأم، لكن ده ما يديلكش الحق أنك تأذي ابنك أو تضربه أو تعنفه أو ما إلى ذلك. في حين هنا عندنا الثقافة أنه ابني وأنا حر فيه. لا، أنا بعتقد أن مصر في تشريعاتها سواء كانت اتفاقات دولية، قانون الطفل، أي حماية، النص الدستوري، لو أنت قريتي المادة المتعلقة برعاية الطفل في الدستور 2014 اللي وافق عليه الشعب وعمل بيه من 18 يناير 2014، هتلاقيها أطول مادة في الدستور 2014 بيتكلم على حقوق الطفل. حقوق الطفل أول برضو من الدول التي صدقت على اتفاقيات حقوق الطفل مصر. من عام 90 صدر قانون 260/90 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/89. أيضا انفرد باب كامل في قانون العقوبات، حتى لو كانت العقوبة هتأتي على الوالدين أو الجد أو الوالد الطبيعي أو ما صدر قرار حكم محكمة برعايته، في أحكام مش سايبين أي حاجة. فإذا هنا صاحبة الدعوة العمومية هي النيابة العامة حينما تقيم جريمة القتل، الخطف، سواء كان طفل المفروض أنه هو أقل من 18 سنة. القانون العقوبات جايب تجريم على أذى الطفل سواء كان عن طريق أسرته أو عن طريق غير، يمكن بتصل لجريمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن المشدد، وفي بعض العقوبات بتصل للإعدام. إذن التشريعات القائمة دلوقتي ومستعدين نتكلم فيها تشريعات واجبة النفاذ، تشريعات متعلقة بحماية الطفل في كافة أركانه. قلت إن هو الطفل في مصر بيتعرض لأذى وحقوق الإنسان، يمكن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة النهاردة عشان الإدعاءات التي ترد ضد مصر من بعض المنظمات الدولية على أن هناك في خلل في حقوق الإنسان. أول من حافظ على حقوق الطفل هي مصر، سواء كان من قانون الطفل رقم 12/96، سواء كانت الاتفاقية الدولية اللي احنا قلنا عليها والمزايا المتعلقة بها، سواء قانون العقوبات. طب تمام يا سيادة النائب، ما هي مصر قدمت ده ومصر يعني اشتركت في هذه الاتفاقيات وكانت اول من تحمس لفكرة اتفاقيات لها علاقة بحقوق الطفل، لكن على ارض الواقع يا فندم هل ده مطبق؟ هل ده حاصل؟ هو اي جريمة صاحبة النيابة الدعوة العمومية النيابة العامة، اي جريمه بتقع في المجتمع سواء كانت على طفل او على انسان شخص طبيعي، مين اللي بيحققها؟ مين اللي بيجمع السجلات؟ مين اللي بيسال الشهود؟ النيابه العامه. هي النيابه العامه. النيابه العامه صاحبه الدول العموميه. احنا عندنا فصل بين السلطات، في السلطه القضائيه سلطه مستقله بتتخذ شؤونها وبتقيم الدعوه الجنائيه. الباب المتعلق بالطفل وجرائم الطفل كلها بتحل محكمة الجنايات. يعني عقوبة فيها السجن المشدد إلى يصل إلى الإعدام. فإذا كانت النيابة العامة هي صاحبة الدعوة العمومية وهي بتجمل السجلات وهي بتسأل الشهود وهي بتقيم الدعوة، إذا هنا ما الخلل اللي موجود اللي احنا نقدر نعمله في جامعة التشريع؟ التشريع اللي موجود دلوقتي في مصر تشريع كافي لحماية الطفل، عملية الرقابة والمتابعة، جميع الأجهزة الرقابية سواء كانت أجهزة معنية أو غير معنية بتراقب حقوق الطفل، فإحنا ما عندناش مشكلة في طيب في هنرجع تاني لحضرتك ونتكلم على مجمل هذه التشريعات. حضرتك مش شايف إن في مشكلة أو ثغرات في التشريعات اللي عندنا اللي ليها علاقة بالحفاظ على حق الطفل؟ بالظبط كده. طيب أنا هتوجه بسؤالي للدكتور عزت عشان آخد